بكثير من الجهد وقليلا من الإمكانات يواصل عباد وأصدقاؤه مشروع إنارة مدينة زنجبار في محافظة أبين، مبادرة شبابية تهدف لإخراج المدينة من ظلامها الطويل الذي جعل شوارعها موحشة وكئيبة. حبينا نشغل الإنارة محافظة أبين، إن المحافظة كانت ظلمة، وحبينا عند المأمور والمأمور ما رجعنا أي خبر. تبدو الإمكانات المتاحة شحيحة ومتواضعة جدا أمام المبادرة التي بعثت الضوء ووزعت الأنوار على هذه الشوارع لأول مرة منذ ما يقارب 5 سنوات. طبعا الشباب زنجبار لن يعيدها إلا أبنائها، وكما تشاهدون الشباب موجهين رسالتهم إلى اللواء الركن أبو بكر حسين سالم رجل التنمية في محافظة أبين بأنهم مستعدين لإضاءة الشوارع الرئيسية والفرعية طبعا بأقل تكلفة. هكذا بدا ليل زنجبار من خلال مجهودات فردية لشباب أرادوا أن تكون لهم بصمة في إنقاذ الشوارع الغارقة بالظلام وإعادة الضوء إلى وجه مدينتهم. كتعبير لما قالوه أن المدن لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، جاءت هذه المبادرة وبدأت في الشارع الرئيسي لعاصمة المحافظة، على أن يتواصل العمل ليشمل جميع الشوارع والأحياء. أمام مبادرة كهذه يمثل غياب الجهات المعنية خذلانا كبيرا لأي مجهود يسعى لابتكار ما يمكنه المساهمة في خدمة الناس، كما يعكس الضوء المتجسد في هذه المسؤولية المجتمعية حيث تبعث البهجة على الوجوه كما رسمتها في المدينة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.